كاسة شاي يا ولد. شبه هذا اخونا قاعد لحاله وساكت مثل التلميذ النجيب. الظاهر تجارته بايره بهاليومين وما له عمل الا تصريفه. يمكن طابص له شي طبسه لقرايط ادانه ورادينه خايب لانه دبساته مراق. والعلم عند الله، يمكن اكيد عم يحسبها وعم تطلع معه بالنهايه صفر. اي شبهنا يا اخونا نص ال 1500. عفوا عم تحكيني الي؟ إلا كان عم احكي خيالك، شبهنا عم اقول لك نص ال 1500. وشو المناسبة؟ هيك رزالة، عندك مانع؟ يا ولد اعطيني الحساب. لا تعطي شيء، خلي الحساب علي. شو؟ لك ليش عم تمد ايدك على جيبتك؟ قلت لك خلي الحساب علي. طيب مثل ما بيقول المعلم. السلام عليكم. لوين يا مسهل؟ طالع برات القهوة. ايه عود 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 بلا دواوين. عم يقول لك المعلم عود يعني عود. كلمة المعلم ما بتصير تنتين منوب. ايه حاضر. وهي قاعدة. قلي لشوف شو وجعك؟ يعني قعدتك بالقهوة هون وراها مصيبة مرسومة رسم على وشك. قلي بقى شو وجعك؟ احكي يا استاذ، احكي وفضفض، لأنه الحكي صابوه القلوب، بيغسلها غسل وبيرجع البني آدم خفيف نظيف وكأنه تخلص من جبل راكب فوق صدره ركب. واشفشني بإذني، تجارتك بايرة شي؟ لا. عشقان ومو طيب؟ لا. الرزقة ضيقة وما عم تكفي؟ لا. إيه العمى بقلبك، شو عاطفي لك؟ يا سيدي طلقت مرتي. إيه وين المشكلة؟ عم قل لك طلقت مرتي. وبعدين شو صار؟ بس ما صار شيء. هلا مشان هيك قاعد القعده وحامل هموم الدنيا على كتافك. شو بدي اقول انا لك؟ انا مثل ما بيعرف الجميع طلقت نسواني التنتين بليله واحده وبدون ما ينهزل لي شعره. بعتت كل وحده منهم لبيت اهلها وانا عم بدلق ورا كل وحده منهم جره مي طلياني. اذا انت طلقت نسوانك التنتين يا ابو الفوارز، ايه انا ومالكم يمين علي طلقت نسواني ثلاثه بنفس الدقيقه ورجعت كملت عشاي ونمت نوم العوافي وبدون هز. فزيت ثاني يوم الصبح من على بكره بكير على شغلي خالي البال ومرتاح الخاطر. اخي ليش لحتى تروح لبعيد؟ داعيك طلقت نسواني الاربعه بنفس اليوم وبدلتهم بطقم جديد خلنج على الحارك. حاكم محسوبكم، ما بحب الوحده بتاتا، هيك الله خلقني معشراني وبحب النسوان. اربع نسوان؟ ايه اربعه، لانه الشرع مو سامح لنا باكثر من هيك، بقى مشان هيك ما بيطلع لنا اكثر من اربعه، مو هيك يا جماعه؟ ايه سيره ومفتحين، شو رايكم باللي قدر يطلق خمس نسوان طقه وحده؟ خمس نسوان؟ ايه نعم. بنفس الوقت؟ بنفس الوقت. لا هي قصة ما بتصدق معلم. وإذا كنت أنا اللي عملت هالشي بتصدق ولا ما بتصدق؟ هو كلامك ثقة معلم، بس الشرع مو سامحنا نتجوز أكثر من أربعة، بقى كيف قدرت تطلق الخمسة دفعة واحدة؟ طب قاعود، الله بالعين ما انشاف بس بالعقل انعرف، بقى شلون زبطت معك هي القصة؟ يعني بصراحة بقاعود كلامك بمخول العقل مخولي. والاستاذ ما بده يحكي؟ شو بدي احكي؟ يعني ما بدك تعلق لك شي تعليق على الموضوع؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول، بس مثل ما قالوا القبضايات، يعني القصة غريبة فعلا وما بتصدق. بقى يا ريت تنورنا وتوضح لنا إذا ما عندك مانع، كيف زبطت معك القصة؟ ها ها، قلت لي كيف وهون حطنا الجمال. هذا يا جماعة الخير، بيوم من ذات الأيام كنت قاعد بالدكان ولا على بالي. ومدري شلون حسيت بحالي تعبان، قلت يا رجال انتع حالك ورجع على هالبيت وكفاها هالمولى برزقة هالنهار. طبقت العبي فوق بعض البعض وحطيت القصب على جنب والمخمل على الرفوف ورخيت هالغلا وقلت يا ميسر. لين عيوني علينا يا رضاي. ملكة قومي الله يرضى عليك اغسلي ماكينة هالكبة ونشفيها قبل ما يجي أبو قاعود ويشوفها. قوام حبيبتي قوام تحركي. يتقبريني لا تحكي لي هم، يطعمك الحج والناس راجعة. قبل شوي جليتها وخبيتها بقرنتها.
انه انا بدي افهم ليش ابو قاعد حاطط دابه ودابجرن الكبه، يعني شو بيصير اذا فرمنا الكبه بالماكينه؟ بتخرب الدنيا؟ انا بعرف، قال طعمتها بتفرق. يو دخيلك، لا بتفرق ولا شيء، اذا دقت بجرن الكبه ولا انفرمت بالماكينه نفس الطعمه. هلا ليش عم تقولي هالحكي بيناتنا يا ضرتي؟ قولي هالكلام بوش ابو قاعد. انت اكبرنا واقدمنا، كلامك بينزل على قلبه مثل العسل. صحيح، بس من تمك احلى يا كحلة. هلا شو بدنا باللعي والكلام يلي ما بينفد يا حسرة قايله؟ وابو قاعد ما بياكل الكبة الا اذا كانت مدقوقة بجرن الكبة، يعني هالشغلة صرنا حافظينها عن ظهر قلب. بقى ما عاد في لازمة نرجع نعيد ونفتق بالسيرة. ليش مو كل مرة عم نطحن الكبة بالماكينة وعم نقول له انه دقيناها بجرن الكبة؟ ايه والله صحيح. ايه معناتها ما عم يفرق الطعمة، عم ياكل بالاربع والكف. ضرتي فلكي؟ بخير تقبريني؟ قومي بقلك، بدنا نحط لنا شوية برغل ولحمة بسفل الجرن حتى يتأكد أبو قاعد إنه نحن عم ندق الكبة دق، مو عم نساويها بالماكينة. وحاجة بقى قيموا لي هالسيرة وحاجة لثلاثة يوم. بس بتعرفوا شو عم يخطر لي يا ضرايري؟ شو؟ عم يخطر لي إنه بعيد الشر إذا صدفت شي مرة ودري أبو قاعد إنه نحن عم نطحن الكبة بالماكينة بدل ما ندقها بالجرن. قولتكم شو رح يعمل فينا وقتها؟ شو بده يعمل يعني؟ يا ستي اذا فلقت حالها بده يبطل ياكل مأكله الكبه او بده يحرد له شي جمعه زمان مثل عوايده. قولي على قامتي ان شاء الله. لك منين اجى ببالك هالبار رشيقه؟ الله لا يقدر، كش برا وبعيد. يلا يلا قومي بلا ثلاثه، قومي يلا بلا ثلاثه، روحي لشغلك، شوفي الفرتوكه شوفي. بعدين هو منين رح يدرى انه نحن عم نطحن بماكينه الكبه؟ اصلا هو مو عارفان انه جارتنا كوكا بنقطتنا بماكينه كبه وقت نفاس رشيقه بابنها تيسير. ولك فلكي يلي بخاف من العفريت بيطلع له، ايمونا من السيره بايو، شو هاد؟ حاجه تفاولوا؟ والله صرت خاف من اكله الكبه، صرت احكي الهمه وين بدي اخبي الماكينه، وبدني بيفور وبيهمد بيفور وبيهمد وبيطلع لي لطع لطع. ايه لا تفوري ولا تهمدي ولا على بالك، نحن احسن شيء نضل من تم ساكت، على اساس الكبه دقينا بالجرن وصلى الله وبارك، لا من شاف ولا من دري. فلكي ناوليني الحشوة من عندك زكاة إيديكي. ما في عندكم غير فلكي فلكي. أوكار؟ مو هذا جارنا أبو قاعود؟ شو بيعرفني؟ أهلاً أبو قاعود. السلام عليكم. والله إنك ابن حلال وابن الحلال عم ذكره ببان. ليش كنتوا عم تذكروني؟ يا سيدي نحن جايين لعندك خصوصي. إيه ميت أهلا وسهلا، أنتوا بتشرفوني وبتأنسوني. وهذا بيتك الصغير جار. لك يسلم البيت واصحابه. ليش واقفين هون؟ تفضلوا تفضلوا. لا معلش نحن جايين نستعير من عندك غرض ونمشي. ايه من عيني هي قبل هي. تسلم. هذا البيت بيتك جاري. ايه كوكب فوتي لكان انت، جيبي الماكينه وتعي، انا باخذها منك من على الباب. ماكينه خياطه؟ لا جارنا، ماكينه الكبه. ماكينه الكبه؟ ايه انو ماكينه هاي؟ ماكينتكم. اي بس يا عيب الشوب منكم، نحن ما عندنا ماكينه كبه. يو كيف ما عندكم ابو قاعود؟ ايه انا بايدي نقطت لرشيقه خانم بماكينه كبه وقت نفاسها بابنها تيسير. نقطتي رشيقه مرتي بماكينه كبه؟ ايه وان شاء الله بتتهنوا فيها. شو نجا؟ ليش هيك تغير لونك وانخبط بدنك؟ ما في شي ما في شي. تفضلوا البيت بيتكم. يلا 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 يي تفضلي يا اختي تفضلي. بدك تسمح لي دقيقتين جاري؟ مثل ما بتأمر. تفضل تفضل. بيت بيتك. بيت أهلا وسهلا. أهلين كوكب خانم، شرفتي. إيه جارتنا؟ قلتي للخان ماتش وطلبك؟ لا لسه.
خير كوكب خانم، شو طلبك؟ يعني أنا كنت جاية، يعني إذا ما فيها سئلة جاية استعير ماكينة الكبة تبعكم. أنو ماكينة؟ أنو ماكينة كبة؟ يو ماكينة الكبة اللي نقطت فيها رشيقة خانم وقت نفاسة بابنة تيسير. نقطيني أنا؟ تيسير؟ منو هالتيسير؟ يو اسمعوا على السمعة، ابنك تيسير جبنا رشيقة خانم. شو نسيتي انك ولدتي وعملتي له مباركة نفاس واجيت انا باركت لك ولساتني عروس؟ ايه شو بدك بابني تيسير هلا؟ يو انا ما عم احكي عن تيسير، انا بدي استعير منكم ماكينة الكبة عيرة وبرجع لكم اياها رأسا بعد ما خلص منها. غلطانة كوكب غلطانة، نحن لا عندنا ماكينة ولا غيره، ما شفتينا كيف كنا عم كبكب الكبة اللي دقيناها بالجرن وليكو الجرن قدامك. اما قصتكم عجيبة، إذا كان عندكم ماكينة كبة فليش حتى تدقوها بالجرن داق؟ لسه بتقلي ماكينة كبة؟ غلطانة يا أختي، نحن ما عنا ماكينة كبة، نحن ما عنا غير هالجرن هاد، ولسبت إذا بدك تستعيريه من عينك يا بس يا ترى تقدري تحملي؟ إيه؟ إذا ما بدكم تعيروني ماكينة الكبة تصطفلوا، أنا ما بقدر أغصبكم لأنه شغلة مو بالزور. يلا خاطركم استني جارتنا فلكي، فوتي طالعي ماكينة الكبة لجارتنا كوكب. بس نحن ما في عنا ماكينة كبة. لك بدكم تكذبوا علي أنا التاني كمان؟ ولا شو لحتى نكذب عليك؟ يعني لو في عنا ماكينة كنت شفتنا حاطين الجرن ونازلين فيه طرق سفق رقع؟ الله يسامحك يا كوكب خانم على الاستفادة. هلا اتركي لي كوكب خانم لحالة وخلي محكاكي معي أنا. وين الماكينة؟ ما عنا ماكينة. ما عنا ماكينة؟ لا ما عنا. إيه لك الروحي يا هيام وانت طالق بالثلاثة. ولي على أنت عليك يا هيام، عم تطلع مشان شافت ماكينة مو حرام عليك؟ وانت عم تدافع عنا؟ وانت كمان يا بشيرة انت طالق بالثلاثة مثلها. يبعد لحم ما تستقبلني عليك يا بشيرة، خاف ربك يا رجال، الله ما بيرضى بالظلم، خاف ربك. خاف ربي؟ وانت كمان يا رشيقة طالق بالثلاثة. ولي على قامتي وقامت حظي المسخم، إذا لنسوانك لإلك منهم ولاد ما ارتدعت وطلقتهم، لكن أنا شو بدي يصير فيه اللي مالي لا ولد ولا تلا؟ ليش أنت نافدة؟ روحي صفي معهم. وأنت مثلهم طالق بالثلاثة. بدك تدغري أبو قعود؟ صحيح إنك رجال قاسي وما عندك قلب، يعني لا تأخذني بهالكلمة. العمى أنا بحياتي ما سمعت هالسمعة، واحد بيطلق نسوانه مشان جرن أو ماكينة كبة، وين صارت هي؟ إيه ما في عدل بهالدنيا. إيه وأنتي كمان طالقة بالثلاثة إذا بيوافق جوزك. وأنا قبلت ووافقت لأنه بخشمنتك كنت السبب بطلاق نسوانه الأربعة. قولي على قامتي إن شاء الله. معقول مشان جرن كبة خرب بيت خمس نسوان؟ لا اوعى تغلط يا بضاي، مو منشان جرن الكبة، منشان ماكينة الكبة يلي ضلوا لآخر دقيقة يكذبوا ويقولوا ما عنا ماكينة منشان الكذب. فهمت بقى يا بضاي؟ ايه بيجوز، بس هي كانت كذبة بيضة، ولا تواخذني يا معلم إذا قلت لك إنه عقاب هالكذبة أكبر منها بكتير. ايه حكي فاضي، الكذب ما إله لون، الكذب كذب شو ما كان يكون. بس يلي حابب افهمه انه ليش حضرتك ما كان بدك مداماتك قصدي العيلة يعني انه تطحن الكبة بالماكينة؟ يعني بمعلومك الماكينة اريح واخف واسهل، بقى ليش جرن الكبة؟ ها ها قلتلي ليش. هلا واحد مثلي عنده اربع نسوان كل واحدة منهم بتخلالها بلد، شو بيعمل لحتى يريح باله؟ لازم يخلي نسوانه على طول هلكانين وتعبانين وفنيانين من الشغل والركض، وما فيهم حيل ولا جلد للقال والقيل والأخذ والعطا والصد والرد وشد شعور بعضهم والتفكير يلي بلا طعمة. إيه لكان بقى جرن الكبة هو الدواء، كل يوم بيعملوا لي كبة كل يوم وبينزلوا دق بهالجرن، ومعلومك دق الجرن بيهد المفاصل وبيتعب العصب وبيسرع الراس وبده قوة جبارة. بيقوموا هن بفشوا خلقهم بالدق والخبط والسفق والرقع، وانا بريح بالي من السق والناق وخناقاتهم بخلقتي كل يوم. والله هي هالفكره جهنميه يا ابو قعود وما بتخطر ببال حدا. بالاذن يا جماعه
لوين يا هو؟ رايح صالح المرة ورجعها، بس قبل كل شيء نازل اشتري لها جرن كبه بخاطركم.